عشان كذا يا جماعة أرجل زول على وجه الأرض، أرجل زول وأفضل زول وأحسن زول الزول الموحد وبيدعو للتوحيد، ده أرجل زول، ما بينكسر لبشر، ما بيمشرك على زول، ولا بيسجد لزول، ولا بشيل تراب زول يسفه، ولا بشيل بزاغ زول يتمسح به، ولا بينكسر ولا بيخضع إلا لله تعالى. زول جبهته دي عزيزة ما بخدتها في الواطة إلا لله، ده زول راجل. عشان كذي لما فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل، الله لما يقول لك في القرآن ده رجل ويديك موقف مشرف عنه أعرفه إنه ده رجل جد، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. الزول ده كان كاتم إيمانه. ابن كثير قال فلما قال فرعون مقولته وهدد بقتل موسى عليه السلام قام هذا الرجل غضبة لله تعالى، ما قدر يتحمل قبل كاتم الإيمان، لكن لما شاف النبي العظيم النبي الجب التوحيد موسى عليه السلام دار قتله قام طوالي ويقف قدام فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الرجل ده يا جماعة ذنبه شنو؟ قالكم الله خلقكم والله اللي بتعبدوه مفروض تعبدوه، مفروض تعبدوه، مفروض توحدوه، ده تقتلوه ولا تحترموه، ده تحسنوا له ولا تسيئوا له؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبا وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. انتوا خسرانين شنو؟ لو كاذب قال لكم في قيامة وطلعت ماف ما بضركم شيء، ولو طلع صادق وصادق وما عنده شك انتوا في النهاية بتدخلوا الجنة. انتوا ما خسرانين، ما تؤمنوا به، ما توحدوا الله، ما تؤمنوا بالله. أشكي الرجل ده الله جابه في أعظم كتاب في القرآن لأنه موقف مشرف، لما سبع رجال فارقوا أهل ومرقوا من بلد واجتمعوا في ظل شجرة ومشوا ودخلوا الكهف وسجدوا لله وهم على التوحيد، الله أكرم 309 سنة ساجدين لله حيين ما ماتوا، والله نزل فيهم سورة كاملة سورة الكهف ومدحهم قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى